صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه من صفحه تكمل العربية مباشره معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهريه. انا وياكم بهذه الجلسه الصباحيه بنمر على ابرز العملات والازواج الرئيسيه اللي موجوده عنا على منصه التداول، وبنمر طبعا على معظم الرسوم البيانيه واستعمال التحاليل التقنيه، بنجرب نستخرج معظم فرص الاستثمار اللي ممكن يكونوا موجودين عنا باسواق المال. بهذه الجلسه بدي احذركم من المخاطر، وطبعا التقلبات مرتفعه، وكنت قلت لكم في سنه 2019 التقلبات عم بتكون مرتفعه جدا بسوق الفوركس او بشكل عام اذا بدكم باسواق المال. اليوم بدي اتكلم عن العمله الاوروبيه الموحده ونفوت شوي صغيره بتفاصيلها وبالتفاصيل التحاليل التقنية كرمال نشوف أنا وياكم وين ممكن نتوقع الاتجاه المقبل أو الاتجاه القادم للعملة الأوروبية الموحدة. فبهذه الحالة أنا وياكم خلينا نمر على الرسوم البيانية، نبتدي برسم بيان أسبوعي لليورو دولار، ومن ثم طبعا ننزل شوي شوي وصولا إلى رسم بيان الساعة وحتى 30 دقيقة كرمال نبلش على المدى أو الصورة الأكبر، وننزل شوي شوي بالتايم فريمز وصولا إلى المضاربة أو ل 30 دقيقة. بالنسبة لرسم بيان الأسبوعي، المنطقة اللي دخل فيها اليورو دولار اللي هي منطقة تعتبر أفقية مايلة على هبوط طبعا بهذه المنطقة الصفراء، بكل بساطة عم نشهد أو نعرف أنه يوجد تقلبات بهذه المنطقة أو ضمن هذه المنطقة. أول ما نشوف الرسم البياني عم نشهد شمعة حمراء شمعة خضراء شمعة حمراء شمعة خضراء. بهذا الحال طبعا بنشوف أنه الارتفاعات والانخفاضات بشكل متتالي وبشكل غير منتظم، فبهذه الحالة نحن ما بحق لنا أنه ندخل بفرصة استثمار باتجاه غير ما ننتظر اختراق معين. فطبعا على رسم بيان الاسبوعي ما قدر فادني اذا بدكم الرسم البياني بالنسبه للاتجاه المفترض، رح نجرب انه ندخل بعض المؤشرات وبعض استراتيجيات التداول. اذا بدنا ندخل مؤشر شيء موكيو على رسم بياني الاسبوعي بنلاحظ انه نحن بعدنا بالضغوطات السلبيه، خاصه انه الشيكو اسباني اللي هو المتوسط المتحرك الاخضر بعده تحت السعر، هيدي اولا عم نتكلم على انه السعر تحت المتوسطات المتحركه اللي هو الازرق للاسف كرمال الاعطال التقنيه عفوا فصلت النت عنا. رح نرجع نكفي بهذه الجلسه، بتمنى ترجعوا تاكدوا لي اذا الصوت والصوره واضحه كرمال نكفي بهذه الجلسه لو سمحتوا. اوكي، لكن عم نتكلم كنا على زوج اليورو دولار. رح نبتدي اذا بدكم ندخل على تفاصيل الرسوم البيانيه وصولا الى 30 دقيقه كرمال نشوف فرصه الاستثمار اللي ممكن تكون موجوده عنا على اليورو دولار. وبالرسم بياني اليومي طبعا وهذه الموجه اللي عم نتراجع فيها اذا بدكم، وطبعا مع النفق الميل على هبوط بزوج اليورو دولار، نتوقع انه هذه الارتدادات تكون عم تسجل موجات تصحيه. وطبعا بالنسبه لنا نتوقع انه نكون قد انتهينا من الموجة رقم واحد بيج ويف 1، لأنه هون خفضنا بشكل خمس موجات 1 2 3 4 و 5، هيدي الموجة رقم واحد، ارتفعنا بالموجة رقم 2، ونتوقع أنه هلا نحن في اتجاه العام الهابط للموجة رقم 3 اللي هي ويف 1 2 وويف 3 طبعا الضخمة. الأهداف عنا بعد كثيرة، بعد عندي كعان وممكن طبعا نستهدف إذا بدكم كعان 110-60 وحتى أقل لزوج اليورو دولار أو العملة الأوروبية الموحدة. وين فرصة البيع؟ هذا هو السؤال الأهم عندي كرمال لا أقدر أختار أو أعزز مراكز البيع على زوج اليورو دولار. هون مضطرين ندخل على رسم بيان الساعة وحتى أقل كرمال نقدر نحدد أنا وياكم الموجات على زوج اليورو دولار، وباستعمال فيبوناتشي نقدر نحدد فرصة الدخول. تمام؟ هلا من اخر كمه تم تسجيلها عندي على العمله الاوروبيه الموحده، هذه الكمه وهذا القاع اللي وصلنا له، هل يا ترى على طول التحاليل التقنيه بتكون على الشكل التالي وبتكون تعرفوا كيفيه اذا بدكم البدايه من الكمه للقاع او اختيار الكمه والقاع، كمان نقدر نحدد تفاصيل او هيكليه الانخفاض لنقدر نحدد او نختار الاتجاه القادم. تمام؟ خلينا انا وياكم نبلش ببساطه، على طول بتشيلوا الاسعار على جنب وبتخلوا الصورة تكون كبيرة كرمال رسم البياني يكون واضح، بنحدد القمة والقاع. تمام؟ هلا مع الانخفاض طبعا بنحدد اذا بدكم او في شيء ممكن نرسم فيه، ممكن تعملوا داونلود للايت شوت، هذا البرنامج اللي انا بستعمله هو لايت شوت، اوكي رح اكتب لكم اياه، ممكن تعملوا له داونلود كرمال تقدروا تعملوا تحاليل تقنية مثل ما نحن بنعملها وتقدروا تحددوا فرصة الدخول. تمام؟ هلا بكل بساطة حددنا القمة والقاع لزوج اليورو دولار، ومع الانخفاض طبعا توقعنا انه نحن هلا عندي هون خلينا نغير لون من اللون الأحمر للون الأزرق. اوكي؟
تمام. نحن بدنا نجرب انه نعد 5 موجات. طبعا مش ضروري نكون يعني خلينا نقول بنتداول موجات اليوت او بنتداول او خلينا نقول اساتذه بموجات اليوت، ولكن عم نجرب انه انا وياكم نعد هيكليه الانخفاض كيف بكم شكل او بكم موجه. تمام، في عندي موجه اندفاعيه وموجه تصحيه من الكمه، هذه هي الكمه صح. بدنا نعد موجه رقم 1، موجه رقم 2، موجه رقم 3، موجه رقم 4، ونتوقع انخفاض الموجه الخامسه. تمام. هلا اذا بدنا ندخل على تفاصيل هذا الموضوع، طبعا كحد اقصى فينا نحدد القاع تبع الموجه رقم 1 هو كحد اقصى المستوى اللي ممكن يوصل له اليورو دولار بالمستويات الحاليه او بارتفاع الموجه الرابعه. فطبعا هذه المستويات، شوفوا شو اللي صار عندي، ومع تصحيح الموجه الرابعه بالارتفاع نتوقع انه كحد اقصى ممكن نوصل للقاع تبع الموجه رقم 1. عم تلاحظوا كيف الاستراتيجية التداول عم بتكون، وهذه المنطقة راح تكون المنطقة المغرية للمضاربين وللمستثمرين لتعزيز مراكز البيع، ولا طبعا استهداف مستويات أقل مثل مستوى 110-60 وحتى أقل للعملة الأوروبية الموحدة. فبالنسبة لي راح أعرض أمر معلق بالبيع لزوج اليورو دولار على مستويات تقريبا 112.05، تمام، كرمال نقدر ندخل أو نعزز صفقات البيع. لكن هذا زوج اليورو دولار، سلمت اوردر او امر معلق بالبيع، pending order، سلمت اوردر على مستوى 112.05، تمام، بنصف عقد 0.5 مع وقف خسارة على مستوى 112.50 والتيك بروفيت او تحديد الربح طبعا مفتوح خليه اوكي، كرمال لنضلنا اذا بدكم اون ذا سيف سايد، او نرجع نحدد اذا بدكم فرص الاستثمار لاحقا. 0.5 1.1250 ستوب لوس، بانك اوردر، سلمت اوردر ات برايس 1.1205 على مستوى 112.05. لكن هذا هو الامر المعلق، وهذه هي فرصه الاستثمار اللي حاب انه اذا بدكم اتكلم عليها في هذه الجلسه. المستوى 112.05 بدها تكون المستويات المنتظره كرمال نقدر نحدد انا وياكم نقاط بيع لزوج اليورو دولار. اهلا وسهلا فيكم بهيدي الجلسه، استاذ هيثم، استاذ فادي، محمد، احمد، سهيب، استاذ سامر، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا الجلسه. استاذ سامر طبعا عم بيتكلم على اعلان عن عرض طبعا شهر رمضان الكريم والمبارك اللي طبعا رح يكون في عنا اذا بدكم بعض المشاركات وبعض التغطيات وبعض الجوائز اللي حابين انه نحن نقدم لكم اياها. طبعا رح يكون في عنا بروجرام ورح يكون عنا اذا بدكم امور رح نتابعها سويا. هلا بالنسبه لنا العمله الاوروبيه الموحده كنا انتهينا منها، لكن نتوقع اتجاه الصاعد وصولا الى مستوى 112.05 لتعزيز مراكز البيع مع وقف خسارة على مستوى 112.50. بالنسبة للجي بي بي يو اس دي او العملة البريطانية طبعا كنا تكلمنا عن هذا النمط. عم بتلاحظوا انه ارتفاع الاسترليني دولار من هذا القاع لهذه القمة انه كانت بموجة او ضمن موجة تصحية اللي هي بتلقب اذا بدكم بخمس موجات ارتفاع، اللي هي 1 2 3 4 5، هيدي خمس موجات ارتفاع اللي ممكن يكون قد انتهينا منها 3 4 و 5، خمس موجات تصحية اللي هي طبعا تلقب بالبيج اي او باول موجة تصحية. تاني موجة تصحية كانت على شكل مثلث ميل على هبوط اللي تم اذا بدكم تسجيله او يلقب بالرايزنج ويدج. هذا النمط او هذه الهيكلية تلقب بالفولينج ويدج، عفوا فولينج ويدج، اللي هي طبعا سيناريو ايجابي، هو سيناريو ايجابي ما في شك، مثلث ميل على هبوط، نتوقع الاختراق يكون بالاتجاه الصاعد. فهلا طبعا اول هدف لنا لزيارة الاسترليني دولار هو مستويات 130 اذا بدكم 03 كاول مرحله، ومن هناك طبعا بنرجع بنفكر اذا الاختراق وارد لنكفي اتجاه الصاعد او هل يا ترى رح نرجع نمتد اتجاه المعاكس. ولكن بالوقت الحالي ارتفاع 50 او 60 نقطه للاسترليني دولار بعد متوقعه، تمام. فكل الاشخاص اللي عم بفكروا من هلا الدخول مراكز بيع وصفقات بيع، انا بقول لهم ممكن انه يطولوا بالهم بعد اكثر واكثر. بالنسبه لليو اس دي كاد، يو اس دي كاد شو عم بيصير عنا باليو اس دي كاد؟ اوكي، موجات اذا بدكم تراجع لليو اس دي كاد من اخر قمه تم تسجيلها عندي اللي هي قمه طبعا مستويات 76.4% في بوناتشي. التراجع عم بيكون على الشكل التالي، اللي هو انتهاء الموجه رقم 1، موجه رقم 2، ونتوقع انخفاض الموجه رقم 3. خليني افوت بتفاصيل شوي اكثر. اليو اس دي كاد اللي هي طبعا الموجه رقم 1 اللي هي تتضمن، خلينا نقول 1 2 3 4 5 اللي هي طبعا هون اي دبل اي 3 4 و5، هيدي اول موجه اذا بدكم نفق ميل على هبوط، طبعا هيدا الموجه رقم 1. ارتفاع الموجه رقم 2
ومن ثم نتوقع الانخفاض الموجة رقم 3 اللي هي الضخمة والاندفاعية، واللي بتكون أقوى موجة إذا بدكم بموجة اليوت أو بالموجات الاندفاعية أو طبعا بالهبوط. فبالنسبة للدولار كاد ومع وقف خسارة فوق الموجة رقم 2 أو القمة تبع موجة رقم 2 اللي هو الانفاليديشن ليفل أو المستويات اللي لازم نحدد وقف خسارة عليها، فهيدي بالنسبة للانفاليديشن ليفل. أوكي، ونتوقع تكمله اتجاه الهابط. فلكل الاشخاص او المستثمرين اللي حابين انه يدخلوا بصفقات بيع على اليو اس دي كاد، بده يعرضوا وقف خساره فوق مستوى ال 135/11 35/15 ونتوقع تكمله اتجاه الهابط. اوكي، شو عندنا بالنسبه للازواج الاخرى؟ هذا اليو اس دي كاد بالنسبه لاسعار النفط. اسعار النفط ايضا ومع طبعا اذا بدكم احتمال ارتفاع بعض اسعار الدولار كاد مقابل تكمله اتجاه الهابط، هون عندي الاسعار النفط ممكن ايضا سجل موجه هبوط ما قبل الارتفاع الاخير. فبالنسبه لنا طبعا هذه الموجه ضمن موجه تصحيحيه على اسعار النفط، اتوقع انه يكون عندي اذا بدكم مناطق مغريه جدا للدخول بصفقات بيع. اوكي 1 2 هون اي بي سي ويف اي. اوكي خلينا احدد لكم هذا السيناريو لاسعار النفط لانه عندي فرصه استثمار ايضا على النفط، لكن هيدي الموجه اي اللي هي كانت تتضمن ويف اي صغيرة بي وسي، ويف اي ويف بي، والويف سي نتوقع انخفاضه بشكل خمس موجات. هالموجة رقم 1 2 1 2 3 4 و5 ومن ثم 4 5. عظيم، هذا اسعار النفط. نتوقع انه هلا هذه المناطق تكون مناطق مغرية جدا للدخول بصفقات بيع على اسعار النفط. هلا رح ادخل بصفقة بيع امامكم ان شاء الله، طبعا بنكون على قد التوقعات بالنسبه لاسعار النفط، ونبتدي بانخفاض لاخر موجه هبوط زياده مستوى 62 ومن ثم 4 5 ما قبل الارتفاع عن جديد. فهذا هو السيناريو المفترض لاسعار النفط. من المستويات الحاليه نتوقع التراجع لانتهاء من ماينر ويف او الموجه الصغيره الخامسه للانتهاء من الموجه الثلاثه الضخمه ومن ثم 4 ومن ثم 5. فاتوقع هلا انه ممكن ندخل بصفقات بيع، ما راح كبر اللوتس او عدد العقود، وانا ما راح ادخل ب خليها تكون 200 برميل. تمام، 200 لاسعار النفط من المستويات الحاليه سيل باي ماركت على المستويات الحاليه. راح اعرض وقف خساره على مستويات ال 64 عفوا 64 96 وقف خساره كثير بعيد. خلينا نحدد موجه رقم 1 2 اذا في حال هون اوكي، لكن من المفترض انه راح نسجل على اخر قمه على ال 64 22. تمام، وانما وقف الخساره لو بعيد تقريبا بحدود ال 60 نقطه، ولكن ما في غير حل، هذا اقرب وقف خساره بالنسبه للنفط 64 25. خلينا نحدده، هذا هو في الخسارة لسعر برميل النفط، يعني عرضته على اخر قمة. انتم بتعرفوا استراتيجية الهيلز اند بوتمز اللي هو او استراتيجية الكمم والقاعان، بنستعمل اذا بدكم استراتيجية للتداول على القاعان السابقة، وطبعا هيدي لها استراتيجية تداول اخرى لموجات اليوت بتقول لك انه بيع الموجة رقم 4 على القاع تبع الموجة رقم 1. فبهذه الحالة وايضا بسيكولوجية التداول ممكن انك انت تدخل بصفقات بيع لما السعر يوصل الى قاع كان بالسابق طبعا تم تسجيله عندي، راح يواجه اذا بدكم بعض المقاومه قرب هذه المستويات مع وقف خساره فوق اخر قمه تم تسجيله عندي ما قبل الهبوط. فبهذه الحاله هذه الاستراتيجيه ممكن تكون وارده جدا، انه طبعا ايجابيه لانه ممكن نجني بعض الارباح منها. فبالنسبه لاسعار النفط دخلنا بصفقات بيع من المستويات الحاليه مع وقف خساره، وطبعا دخلنا بامر معلق للبيع على زوج اليورو دولار على مستوى ال 112.05. يوريان استاذ محمود، اوكي اليوريان استاذ رفيق صباح النور اهلا وسهلا فيك. اليورو جي بي واي شو عم نتوقع لليوريان؟ ما راح طول عليكم، راح ننهي اليوريان ومننهي هذه الجلسه، وطبعا ممكن ننهي بس اسعار الذهب قبل نهايه هذه الجلسه. اليوريان لكن نتوقع انه من وراء هذا الفلاش كراش اللي حصل عندي وصولا الى مستويات ال 118 تقريبا، تمام، هذا عم حلل على رسم البياني الطويل اذا بدكم، من وراء الفلاش كراش اللي حصل نتوقع انه هلا عم ندخل بمنطقه افقيه اذا بدكم، وطبعا هذه المنطقه الافقيه اللي هي اي بي سي بي سي، ممكن بعد نوصل الى مستويات حتى اقل لليورو يام ما قبل تكمله اتجاه الصاعد لزياره مستوى ال 130. لحدد بس مستويات اكثر، رح ادخل على رسم بين الاربع ساعات اي بي سي باستعمال فيبوناتشي من اخر قمه لاخر قاع مستويات ال 76.4%. تمام، يعني هذه المستويات اللي هي
سجلت ويف بي، ويف اي بي سي اوكي اكس، هيدي سي عفوا دبليو اوكي واكس، ونتوقع انخفاض ويف واي بشكل طبعا خمس موجات اللي هي 1 2 3 4، ونتوقع تكمله اتجاه الهابط لويف 5 لزياده مستويات ال 123 60. اوكي، لكن هذا هو السيناريو المفترض لليوريان. خلينا ندخل ايضا على رسم بين الساعه لنحدد هذا الانخفاض وهذه موجه الهبوط كيف ممكن نحددها. خلينا على رسم بين الاربع ساعات باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن من اخر قمه لاخر قاع، بناخذ على اليمين على اخر قمه تم تسجيل عندي ومستوى ال 100%، هلا تلمسنا على مستوى ال 61.8% في بوناتشي، وعم بتلاحظوا انه هذا المستوى عم بواجه اذا بدكم بعض النقاط الدعم عليه اليوريان، وانا متى اختراق واغلاق تحت هذا المستوى اللي هو تقريبا مستوى ال 124.50، اغلاق تحت هذا المستوى فورا رح نستهدف مستوى ال 100% في بوناتشي على مستوى ال 123.10 123.10 هو المستوى المنتظر لليوريان اوكي ما قبل تعزيز مراكز الشراء. فساعتها بنكون طبعا حددنا بيج ويف اي بيج ويف بي، وهون اتوقع بيج ويف هون دبليو اكس وواي تمام. فبالنسبه لموجه اليوت اذا بندمج اذا بدكم هذه التفاصيل، وطبعا مع نفق الميل على ارتفاع بشكل خمس موجات لتسجيل الموجه اي 1 2 3 4 5 ويف اي ويف بي، ونتوقع ارتفاع بيج ويف سي دبليو اكس واي سمول اي small b small c اوكي. لكن هذا بالنسبه لليوريان، كنا انتهينا من اذا بدكم العد الموجي، ونتوقع وباستعمال موجات اليوت وفيبوناتشي اكسبانشن دمجناهم سويا لحصلنا على مستوى ال 123.10 ما في مهرب منه، بغض النظر عن ارتفاع بسيط لليوريان اذا بدكم لموجات تصحيح بسيطه، يعني ممكن هلا نكون عم نسجل اي بي سي ما قبل تكمله اتجاه الهابط، وانما انا بهمني انه على المدى الوسط الطويل استهداف مستوى ال 123.10 بعد منتظره لا طبعا اليورو مقابل الين الياباني. إلينا جود مورنينج هابي ايستر. بالنسبه للاسترالي دولار وايضا للدولار كندي، الدولار كندي وايضا الاسترالي دولار اوكي. دولار كندي كنا تكلمنا عليه استاذ رفيق وتوقعنا انه دولار كاد ممكن هلا نكون عم نبتدي بموجه اندفاعيه ضخمه بالموجه رقم 3 بالاتجاه الهابط، فما حدا يفكر بشراء زوج الدولار كندي. اما بالنسبه للاسترالي دولار ايضا ما في شك انه بيتابع اذا بدكم او بخلينا نقول بيلحق عنده علاقه ايجابيه بينه وبين العملات الرئيسيه الاخرى اوكي. زوج اليورو دولار قرب الى مستويات ال 112.05 رح ندخل فيها بصفقات بيع ابتدت تضوي باللون الاخضر اوكي. اليورو الاسترالي دولار طبعا اتوقع ايضا انه عندي اشاره سلبيه على رسم بين الاربع ساعات، هلا ارتفاع بعد 10 او 15 نقطه انا بفضل او بحبذ مراكز البيع فيه او لنعزز مراكز او صفقات البيع لتسجيل بعد كمان اقل. وحتى اذا بدكم السيناريوهات المفترضه على الاسترالي دولار بتدل على انه الانخفاض رح يكون بشكل خمس موجات، وبعد عندي ميسنج لاك او موجه ناقصه لزياده مستوى 0.6910 0.6910 للاسترالي دولار ما قبل تعزيز مراكز الشراء او التفكير بصفقات شراء تمام. هذا بالنسبه للاسترالي دولار. بمنهي فيها اسعار الذهب اوكي لهذه الجلسه. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا، ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسات الصباحيه. اذا احتجتوا اي شيء نحن موجودين على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك باي وقت كان، ممكن تبعتوا لنا وترسلوا لنا طبعا رساله نصيه لنكون نحن يعني موجودين للخدمه. بالنسبه لنا اسعار الذهب نتوقع تكمله اتجاه الصاعد على المدى الوسط للقصير لملامسه وزياره مستوى ال 1290 92 كحد اقصى، وطبعا بكون اليورو دولار وصل الى مستويات البيع، اسعار الذهب وصلت الى مستويات البيع، وطبعا بيبتدوا بالانخفاض سويا لزياره مستوى 1250 و1240. ما حدا يفكر بشراء العملات الرئيسيه على المدى الطويل، ما حدا يفكر بشراء الذهب على المدى الطويل بعد ما حان الوقت للدخول بصفقات شراء. فاسعار الذهب هذا الارتفاع رح يكون ايضا محدود قرب مستويات 1289 1290، ورح نعزز مراكز البيع وصولا الى قيعان وتسجيل قيعان جديده وحتى اليورو دولار تمام. فانا بتمنى لكم نهار اكثر من مثمر واكثر من رائع تمام. استاذ رفيق بالنسبه للصفقات مركز بيع للنفط مع وقف خساره 64.25، امر معلق بالبيع لليورو دولار على مستويات 112.05. انا بشكر وجودكم ودعمكم لنا بهذه الجلسات اليوميه والصباحيه من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك، كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جزاف ظهريه. شوفكم بجلسه بعد الظهر، الى اللقاء.